على مسرح الكورة والاحتكاك الحاد مع الجماهير ومع الزملاء بتلاقي وقت تهدى وتتأمل وترتاح ويبقى عندك شوية سكينة في الحياة؟ أنا راجل بيتوتي جدا، بحب البيت قوي قوي. يعني لعمرك هتلاقيني في كافيه، مع كل الاحترام اللي بيقعدوا في كافيهات يعني، لكن أنا دي طبيعتي، ولا هتشوفيني في أي مكان عام إطلاقا. أنا بخلص شغل بروح، حتى أنا يعني دايما بسمي نفسي إيه، روتيني وممل. يعني إيه؟ أروح في البيت مكاني سحر، عارفة الحتة دي بتاعتي أقعد فيها. في الأكل الكرسي ده بتاعي ما غيروش خالص. يعني بشكل عام ترتيبتي في الحياة نمطية شوية، وعندي دايما حلم متكرر، معرفش ليه، إن أنا وأنا نايم يعني أجي نازل ما لقيش العربية بتاعتي وقعد أدور عليها ما لقاهاش. يعني لو حد بيفسر أحلامي بيقول لك وتقولي لي. يقال إن العربية في الحلم دنيا. بجد؟ طب ده معناها إن أنا إيه، دنيتي راحت يعني؟ ما تتخضش، بهزر معاك. مش عارف، ده حلم متكرر عندي على طول على طول. في وسط الصخب والكوميديا اللي مالية حياتك المهنية، أيوة، إيه الموقف التراجيدي اللي مدحت شلبي ما قدرش يتخطاه؟ بكيت. على إيه؟ في مباراة مصر والكونغو، ودي كانت المباراة الفاصلة لتأهلنا لكأس العالم 2018 في روسيا، وفاضل ماتشين بس في البطولة كلها ونروح كأس العالم. ماتش منهم الكونغو عندنا هنا، والماتش التاني في غانا مش هيبقى له أي قيمة لو احنا كسبنا هنا، لكن لو مكسبناش هنا كانت غانا هتقطعنا في غانا. فكل المعطيات و85 ألف متفرج بيتفرجوا تقول إن مصر هتكسب وهتكتسح، وأنا اللي بعلق ومجهز بقى كلام بالروسي ومش عارف إيه وشربكوخو بتاع ومحمد صلاخو كده. فجأة في الدقيقة 86 الكونغو جابت جون، تعادلنا 1-1. ضاع الحلم وضاع الأمل، مصر مش هتروح كأس العالم، واخد بالك؟ وال85 ألف اللي في المدرجات والملايين اللي ورا الشاشات بيسمعوني دول، قلبي هينفطر ومش عارف أتمالك. وبعدين فجأة جات لنا ضربة الجزاء في الدقيقة 94، آخر دقيقة في الوقت الضايع، ودخل محمد صلاح. ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد صلاح محمد صلاح، ودخل محمد صلاح جون، بكيت بحرقة. والبكا ده وصل للناس كلها، والناس كلها عيطت في البيوت. وما هو أكثر من هذا، مواقع في أمريكا وفي ألمانيا وفي إنجلترا مش فاهمين اللغة، بس تحت عنوان المعلق الباكي جابوا صوتي بالبتاع وأنا ببكي بالموقف. يعني هم مش فاهمين الكلام إيه، بس المعلق الباكي يعني. ودي كانت يمكن أكتر مرة يعني تأثرت قوي وأنا بعلق. قولي مرة بعيد عن الكورة، حاجة تراجيدي بعيد عن الكورة عيط؟ آه، مش قادر تتخطاها، بتبكيك؟ طبعاً هو وفاة والدتي الله يرحمها، واخدة بالك؟ دي كان، لأن والدتي دي كانت عشق حياتي. أنا والدي توفى وأنا عندي 6 سنين، حسي ما لحقتش حس بيه يعني. لكن والدتي اللي ترملت زي ما حكيت لك وعاشت وأول أخر بتاع، وحتى جيت قبل وفاتها بأربع أيام كان بيعملوا برنامج في الإذاعة اسمه أغاني وعجباني، كان بيجيبوا الضيف يقول حاجة وبعدين يحط أغنية، فهي كان جنبيها الراديو ترانزستور. فأنا قلت لها عيد أمي عيد أمي، كانت هو عيد الأم وقتها، خير عيد عيد أمي عيد أمي، خير عيد في الدهور، عانقتني فيه أمي حين قدمت الزهور، أنت يا أماه روحي، أنت إسعاد لنفسي، بلسم يشفي جروحي في عناقي أو بلمسي، نعمة الكونين فضلك، بهجة الدنيا رضاك، يا منى نفسي وعيني، عزتي في ساعديك، عيد أمي عيد أمي. رجعت طبعاً تعيطي وهي بكت يا عيني وأنا بكيت، ثلاث أربعة أيام وفارقت الحياة. دي كانت أكتر لحظة ما تتنسيش في حياتي الحقيقة يعني. اتبسطت باللحظة دي إنك قلت لها ده قبلها؟ ما تذكرت. إنك وصلت الحب، وصلت لها أحاسيسي، وفي لحظة هي كانت على فراش الموت يعني وكده يعني، فلحظة ما تتنسيش. إيه الأمنية اللي فات أوانها ما تحققتش ومش هينفع تحققها؟ ان انا العب في الاهلي او الزمالك. كده انا اتاكدت ان الاهلي مش النادي اللي لعبت فيه. لا ما لعبتش في الاهلي او الزمالك. ايوه كده انا صدقت خلاص. لا
اتأكدت انه مش مراوغة في الدرجة الأولى، في الدرجة الأولى مش في الناشئين. اوكي في الدرجة يعني تحت الأضواء يعني تحت الأضواء. كنت أحب أبقى في الأهلي أو الزمالك عشان الناس يعني إذا كان عندي شيء من الموهبة تشوفها يعني.